حياتنا كلها يعني، مستقبلنا كان موجود في هذا البيت. إن البيت لم يعد بيتاً، هكذا قررت إسرائيل. خلال دقيقتين أو ثلاث دقائق انتسف كل شيء. فالبيت المدمر بات أعجز من أن يجمع كل العائلة حتى فوق ركامه. 22 منهم صاروا شهداء، من بقي حياً 6 فقط، وما زالوا يواصلون البحث عن تفاصيل الشهداء تحت الأنقاض. طبعاً هذا من ريحة الحجة الوالدة الله يرحمها استشهدت. عائلة الكولك دمر منزلها في حي الرمال خلال الليلة الأعنف من الحرب الأخيرة. يقولون إنهم سيعاودون بناء الحجر والذكريات، وإن إسرائيل لن تفلح في جعلهم يغادرون المكان. بدي أفهم أنا إيش ذنبنا اللي قصفنا إحنا؟ ليش؟ الأبرياء، الأطفال، الختيرية، الكبار. بدهم ينسونا القضية ما ننساهاش. قضيتنا موجودة ولازم يكون لها حل. حقوق الإنسان وين؟ إحنا مش زينا زي شعوب العالم نعيش بحرية وبكرامة؟ هذه عمارة سكنية أخرى تظهر كيف مرت إسرائيل من فوقها. دمرت طائراتها الجزء الأكبر منها، وما بقي أصبح آيلاً للسقوط، فبدأ أصحابه بإزالته، والحسرة تأكل ما وصفوه بتعب وأيام العمر. عمارة عجوم مكونة من 8 طوابق، بنيتها رملة حصوة. أنت لما تربي عصفور ويموت بتزعل، كيف مبنى زي هذا حقه $1,000,000، أكثر من $1,000,000 المكان مكلفنا. شعب غزة لازم يعيش أحسن بقعة في العالم، من كثر التضحيات اللي ضحاها شعب غزة لازم يعيش. 1200 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل خلال الحرب الأخيرة، و1000 وحدة أصبحت غير صالحة للسكن، و20,000 وحدة تضررت بشكل متوسط، منها ما بدأت عمليات إزالتها بواسطة آليات وعمال مصريين إلى جانب الفلسطينيين، تمهيداً لإعمارها حين توفر الأموال. انفض الفلسطينيون إلى حياة جديدة في القطاع قد تبدأ فيها عمليات الإعمار بشكل متأخر إلى حين توفر الأموال، ما يعني أن تشتت من بقي حياً من العائلات التي دمرت منازلها سيبقى قائماً. بيبي نسليم، الغد، غزة، فلسطين.